ماضي بالخوف تصيب تصيب كتبتي التعذيبك ضميرك كبت التأنيبك تأنيبك كبت التأديبك اللي انطقى كلمات مرهقة وثقة بثقة الرب منطقة وانا محافظ رافض لقي المنطقة نو تفرقة لكن لمسيس البشر لازم يمسحون من هالكون او يطفون الميكروفون الصراحة راحة ما في لكم احد فاهم لما اسمعكم احسنكم برنامج كلام نواعي الرابر سهل ايام بدون ملام بالكلام هي طوام وما انعم منها يا عبد السلام انصحك مو ضحك لو المحك بجرحك وضحك شوف انت الثور الهاي جوانا قعدنا نضحك وي 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 هذه هي اصوات اسعاف ودوريات بلاق حالة وضاق شخصم الشباب مات من طلقات او طعنات اللعبة صعبة مع امسيز من تيز لكويت بالذات من اقرب الناس لي ليش ما تساعدني صحيح بعض الاحلام بالنسبة للبعض خيال لكن الخيال بالتصديق تحقيق مو من المحال صديقي المفروض تساعدني وساعدك وانا مستعد في وقت اكون واقف جنبك وسانك بس متى تكون ارتكبت بحق صديق قصدك اخلفكم عشمكم على فاكم ما حد مثلكم رابع العين اما بعد ما شاف بعينه فشلكم برد ومحطة بسوي بعد بكمل بزع المخرب وحرب تصرف الطفولية عقول ما اقول لي يفرخ الكويت عبالهم وصل الملوكية لا تنسى ان تكيلة خطوتهم بالراف تكيلة جمع المكوى امشع اللحن عدل ما فيك تتنفس كيري وستي ما تاب فور ميز بل طالع حق الواحد يبيني خليني انا جاهز مستعد او شيت هت تهت هيري يب سن اوف ا بيتش كيس اين هاف ا تايم تو فك وذا فك الليلة كيت تشب صلب الموضوع ما بي اي مقدمات بس لازم تعرف اني ما امشي على قوانين والتزامات الحين ما شدت الوتر وحدي مرخي تنخز من تنخز ام سكور وانت قبل فرخي اذا ابتدت الحرب ما بي اسمع تبريرك بخلي تذكيرك بمصيرك يصير اسيرك تفكر فيني لما تهد راسك المخدة وطول المدة صير لك كابوس يخليك تتقلب بسريرك مثلال الرب حرام تلفت لك تشرب بس صدقني ما ضيق المخ صعب انك تخش التكيلا اور داي نصيحة لا تحاول تلعب لان اللعبة معانا كل مالها وراح تصعب في مرة حسيت نفسك انك بحالة كآبة الدنيا قابة والكليل هش لحمك ويلعب العابة يصير فيك واذيك شي ما حسبت حسابه وصعبة تعترض على اللي ربي وربك كاتمه كل درب انا اختاره الاقي في مرارة شخصيات مستعارة مكارة كلها قذارة وصلت لمرحلة الاحباط بقلبي امتلى والشعور باليأس صار عدو ما اقدر اقتله تبون امثله فوق راسي امية بله وجواب السؤال بحياتي يفتح اسئلة مشاكل تتخالط تترابط علي مسلسلة تنفجر كلها بوجهي فجأة مثل القنبلة مليت من ارهاق ساكن داخلي بالاعماق والاسباب اعامل غيري بنظافة واخلاق قصتي هذه لازم احط لها اخر بنيها وارتاح اليوم قبل باكر سالك دايم واقف على هيولي فجأة البشر اللي حولي خلوني اتحرك وانا مستعد اني كلام بوال بنقال للرجال يسمون نفوسهم كاشف عارف دارس خابس كل اللي بصدورهم هالناس لما اشوفهم ما بسلم او ابوسهم متن فوقهم لو هم ملك صاروا انا تدروسهم من ربع لاعداء ارفع صبع بالسزام عجم الغيرة والحق ما يحتوي كلمة ولاء والاعداء نفسهم هم كانوا ربعك لاعزاء انتبه ترى طيبتي ما تعتبر قضاء من يطعني ورا ظهري سكوتي لمعاني هو يدري وانا ادري اني الاول وهو الثاني كل من عارف حقيقته اذا واجهته ويته داخل بيته معلومة اختم ربيته خلني احطك بالصورة لو انك مبايع شرفك عمرك ما صرت صورة ما تصنع عني جينكستة بس حطها بدونك لو احد بيواجهني اروح له اسرع من سونكس عطني مايك motherfucker just keep wait motherfucker احنا بسيزي كويتيين خارجيين عربيين محنكين مجهزين بالكلمات مسلحين ناس تقول غروري على الباب هذا هو بعض الناس ما تكسب احترامي فوقه من جبي دامي بيك معاي ركز حبيبي انا رابر عنيف مو مثل محمد الشعيبي Like this stuff, cause stuff's NC's lately Spitting so strangely, can't focus strictly أنا ما بي حياتي والواحد يبي هالبيت أنا بسوي معاك كالآتي ضغط صلبة تدخل قلبة ضربة تنهي دربة تخربة تسبب للمسكات بالحياة وفق
كيلك بنفكس نو توب سو ما نرجع ما باطل شو نعطيك لك اب يا المقطع سبيت وضحيت قدامكم مو كنت تبين ليش من الاول تدوي تيتا وانا مجبور اصرح بدون اي قرور احنا اكثر من امسيس احنا ندير الامور تكيل الماضي والحاضر تاريخ الراب وامتاز خلكم بالصف الخلفي وخلونا نتولى القياده توني ما في شيء يثبت انك رابر كبير بس طالع بالتصوير مع رابر رجعنا مزيع اخبار الكل شاف شلون اسهم الراب انهيار انتشار البشر صار على وسع نطاق ابعد افاق بسبب الدفع والنقاص هل على الاسبيكر ركز مع يور تيتشر يشترون سماعة ليه ويسمعون جاستن بيبر ادري بعين الاعتبار تخدم كلامي كاعتقار هذه لقة الشوارع مو لقة الحب اصنار لا تمسك ميكروفون روح شغل التلفزيون برمج قناة فنون طالع برامج شجون عشان تفرق بين المثل والراب لازم اوجه تحية ما كان حيل واضح وصفك ولا كنت حيل اعرفك بس عرفتك يا اكزوز يوم طحت وشلتني على كتفك من كل قلبي احمد رب اني عرفت شخص مثيلك اعتزلت الراب وكل اللي بسوي ادعيلك يا اعدائي ادري بي كم واحد فيكم يعزني نكره ونتصارع الراب جبركم وجبرني نتصنع القساوة من ورا هالميكروفون وطيبة فينا نفس الاصفار اللي يم واحد بالمليون خليت مشاعر معقدة ما ينوصفون الا لما الطرفين من حياة بعض يختفون لو قالوا لي شنو بالراب الحين شي تتمنى اريد جديد افضل ملك مثل ما كلنا عرفنا خليك وشو قصتك بدت معه ولد التافه اللي قاعد يسبنه كل مره يبينا نواجهه لما ناته خلط السوداء وبلاك وشاته ثلاث سنين طور مستوى يسبنا بدساته طبع سوداء بحياته لحكيته مأساته شنو هي انجازاته فن البوك كلماته فلواته حركاته وصفاته
سمى نفسك اللي مش نشبه نفسه بآلة، ما لاحظت ان هالآلة تكون قدامنا بضعف حالة، يمكن تكون خبير لكن احنا فطاحلة، يمكن كلماتك تضرح لكن كلماتنا احنا قاتلة، افكار عقلك المسكينة فينا صارت اسيرة، احنا قيوم انتبه يا حسام افطارنا للحين مو غزيرة، جملتي الياية بقناعة يا جماعة، ديز الكويت الاصل وانتو بالراب ضاعة، تنباع وتنشرى كل امسي بالساعة، هم بيف معانا ونشهرى، يقولون الحب اعمى ما يعرف صغير ولا كبير، يمكن يحبونا ما نحبهم من جديد السالفة تصير، انتو اصلا معجبين رب تكيلة تحبون اسمه سبكم بدون سبب حبكم، يعني راب العين اعمى بالجولة النهائية ضاع، احنا ضد السكارة ضل مختوم عليه من تكيلة وردا الخسارة، انتو تقدموا راب صغير واحنا نقدم راب عنيف، احنا نحرك الشوارع وانتو فوق الرصيف، تحوش كمية علة بنعلمك معنى المدلة، سماش قبل لا ينحاش بنحاش قبل ضلة، طلع سمع الحق اللي داخل قلبك مقبول، تلعب معانا جنة 500 شخص داعين عليك تموت، اتحمل اثر الانفجار لانك ولعت الفتيلة، ما في سكارة وحوش بدون بطل التكيلة، بعطيك بنش لاين واعتبره لا ارادي، ابي بيس سماش عشان الشرة ضبط اختعك عبالي، هالمرة بحتي كعراب قروب الامراض بانقضاض المنظمة وعبالي، كان اسمكم تحت انقاض الراب صار مسرحية والملل هو السيناريو، ترنج عباله من الراب مثل لعبة سوبر ماريو، فن العابر من الاخر بيجرح لك المشاعر بيخليك حتى بنوم الدوم باسمي يتشخر، لو الراب هذا فيلم راح نكون احنا ابطاله، راح احيلك واتلك باباك وبنك مطلوب للعداله، مكاوي هاي الاغاني يوم طقوا شي الواحد اللي سواه اشتكى عند فوق استاموس لوكوس نقص سيير الميد واستي تروكو ايبير تنقع خداد تعتون الامور ترى لعبه واضحه، ولا راقي الدنيا يلا راقي الراب حل، ما فيك تتكلم ما فيك تتفلسف ما في شي من تاريخنا على ايدك تاسس، ما في وجه لك مجال اخليك منه تتعجب بعد البوك نقاب ومن تلبس عبايه وتتحجب، ان سمعت كلام الناس ترى بيضيعك الورا يرجعك ثقة وجعك، حاول انك تغير طبعك خلي مبالي الوضع الحالي لازم تحسمه، والفرح بحياتك ان شاء الله بس ما بترسمه، استنتاج علاج حيك مصدر الازعاج صار الازعاج، لان العلاج ما الاستنتاج والاحتياج الوحيد ان الاحباب يكونون قراب وتكون انت بعد قريب من الاحباب، ابي اروح مكان بعيد حتى لو بروحي وحيد، المهم جروحي ما تزيد، ابي بخطواتي ما اخاف، ابي بحياتي ناس نضاف، ابي كل غامض شفاف واضح انشاف، ابي اشخاص والاوصاف اخلاص ما ينعاف، ما بنخدع بالقلاف والمحتوى اختلاف، ما بغيوم طول فصول والمحصول جفاف، وعود وكلام اوهام ما له اهداف، ما بهموم بكل يوم تنشال فوق الاكتاف، ابي ارتاح من الجراح ومن الياي ما اخاف، ابي مبدا الحياه صلاه ما تنطاف، وابي الكل يرضى علي جميع الاطراف، ما بيكون انا الافضل بس ابي يكون المثالي، تستفيدون وتفيدون لما تمرون من خلالي، تبي او ما تبي مو كل شي تتمنى يصير، من خطوتك قدام ترى العمر قصير، وايد ناس تعاملني كامسي كول الفنان لكنهم ما يدرون اني اغلط مثلهم وانسان، احب اقدم اعتذارات المفروض ما اعتذرها بس عشان في ناس ما ادري عنهم تنتظرها، اللي بيوم عزني وانا ابد ما عزيته، واللي بيوم حبني وانا ابد ما حبيته، واللي قدرني وانا ما قدرته، واللي انعجب فيني وانا بكلمة وحدة ما عبرته، واللي احترمني فهمني وانا بكلامي جرحته، واللي ساعدني وساندني وانا ما ساندته، واللي كان بيني وبين احترام وانا اللي كسرته، واللي كان معي صريح لكن انا اللي جاملته، واللي تبيني ونصحني وانا ما سمعته، واللي فهمني وعذرني وانا كلش ما عذرته، واللي ترقب مني اكثر وشاف مني القليل، واللي بعطائه كان كريم وشافني معاه بخيل، شي اللي صاير هني الكل طالب بيف، ما حد يبي راب نظيف الكل حاب البيف، جماهير ناطرين اي بيف بالساحة متابعين، واذا ما في بيف يصير بالكومنتات بينهم بيف، الكل بيتابع بيف الكل بيطالع بيف، ربيع شتا صيف خريف مشغولين بالبيف، البيف بيكون طويل في مليون تحليل، كفل هذا تميل وكفل هذا تميل، مجاملة وترفيع انتقاد وتحبيط شي جدا فظيع، المعجبين عبيد سواء السبب كان عبيط او جدا سخيف، يبون البيف ما يكون بسيط ولا يقولون البيف ضعيف، تحس انهم تطبيق للتشجيع والتصفيق، اصوات هتافات تعلى لما يزيد البيف، راح يكون بعينهم احلى بين اخ وصديق، المهم بيف عنيف ما همهم شد تصنيف، هذه بداية العصر اللي الراب تحول داب، واغاني تهز الخصر، الاستعراض على الكلمات بسهولة ينتصر، والاداء على البيتات تقييمه سالف صفر، جماهير بشكل كبير كلهم صاروا امسيز، لهالدرجة المايك رخيص، اشخاص قبل دوم بالبيت يتكلمون باسم الشارع، الحين صاروا مينن، الحين الكل يتفنن، الحين هني
الحقيقة استعلى الراب القديم مو كلمة على كلمة والاغنية كلها ترهيم فجأة الكل صار حكيم ورابر فهيم والماضي جدا أليم الفتحة فيها تنسيم تكتر عشان فيوز تمد البوز ما يجوز تبي فيوز اكتب بالسيرش كحاب وتنوس ديز الكويت نعطي كاش مو بقلاص سمتسوس دير بالكم من الشهرة تم راب صار ملحوس فتحيلي بسناب ستيجي تحليل للراب مسوي لأعمارهم وكبارهم شوارهم أصغر من صبعريلي بالليركس مثيلي انسى ذا إلس بديلي ما تلقى قلم بيجي زلم حقيقي موسيقي محنك عزيزي مو طبيعي حبيبي دليفري سلس يخليك تحبس النفس سو ايزي احنا اربع صفقة اصعب طلقة تصيب بدقة موهبتنا فينا خلقة وصلتنا لاعلى طبقة سولف عني لين تمل يعلى شأني لا ما يقل شايف نفسي ومالي حل اني عبد الله بس مو ترل الاغلب عايشين بمقلب يظنون انهم صلبين وهم لزجي مثل السحلب اسعى وتعب لا تحكى وتقعد اسم دسم دوم مستهدف هو الاكبر انتو الاصغر ما هو الاشهر بس الاحنف شلي خلي واحد مثلي محنك ينقذ رابر مشوار الفني من بني عكت حكك متفوق بالارقام بس متنفس منا احنا يكرهنا لنا قدره ما وصل ربع قدرنا ودام هذا النظام قطات حيل سخيفه مجرم وكوميديا اهرب الشريفه مستحيل هالجيل سو سويت عالبيت الصغارية اكنور الكبارية بالدور تويت لما تشوف رابر فاشل اللي يقني لا تواخذ ازنطة المايك لا تاخذ اخمطة خليك ونزاطة امحطة علمة فهمة بس يحس على دمة عقب ما تمرمطة تلاقيه يصير امسي فرق بين الصح والخطة الكل منزعج ومتأذي من نبرة صوت الجردي حلدك صمة يلعن امه مهدي زق انت متقدي علاقتك بالفن مو شي نسبي اصلا طردي بس تعجبني لما تشير قوافي عشان تأدي كم رابر يلك يقول لك الحين هو الملك ما يدري هذه نكتة تقتلك من الضحك دي بالك الكينج انت اهبل هاي شابينج البيف معانا ما انصحك اطلبه من برجر كينج انت مو زقه انت مرحب مو ماخذ حقه تكرم الزقه ستايلك دقه اهياب ما تاذي بقه فن الراب انقتل بشكل سهل وبجهل تسمع دلع فيه ومتحس كتولينا حد فحل يولي حولي ناس قالولي ليش عن هالساحة قد استجوبوني شافوا عيوني فيها تحفظ وكيف مو متضايق بالعكس رايق بس مو طايق الاشكال هذي في وثائق وحقائق تثبت انهم كانوا اولادي كبروا شوية هبوا بشغلة والله سهلة فيرسة وجملة كلمة خلوا فيها نغزة مو محلها فيس تو فيس نتواجه صدفة اسمع كلام مختلف لو اني مو مربيهم ما تلقى فيهم محترف ما تعترف ما اكترف الحقيقة بتنكشف شن تتوقع من متصنع يرفع حق نفسه للأسف غنيت وهم صغار بمرحلة لمية حظن كلماتي فلواتي وبعلج هم مية والحين نصهم صاروا رابرز عشان تذي أبا روح مكان بعيد اليوم قبل باكر وذا زاد أعداد الحساد هذا موسم الحصاد كل عناد حدي بادية شون ينشع وما حد فيهم يبي الحال الكل شغال واخرها تسمع شغلة سل ما تبي تتقبل استعليك هيلي فشل تكفى شوي تعدى من صدقك وتستهبل قاعد انت تنزل انت هدف متسلم صاير تسوي اشياء عشان الشرى والضحك هذا ما هو استهزاء انا بس قاعد انصحك خليك واعي يا ابن الحلال ما لا داعي ندخل جدال ادري اني صايحيش شوية تجرح جنك بغرفة ويا عشر خوار الطيب ما يفيد العنف ما يفيد لازم تخترع اسلوب جديد بقى اطراق سلم عليه امدح شوية والعن والدي خلى محتار بين جنة ونار ما بيد اختيار اش قاعد يصير خلى محتار بين جنة ونار ما بيد اختيار اش قاعد يصير شوية حمير عقله مو صغير يبي له تغيير اللي قاعد يصير شوية حمير عقله مو صغير يبي له تغيير اللي قاعد يصير صار دايم العنار ليش تغار بالستار صايب كنا انهيار تبي تكون فوقنا غصب تعلم شلون بيت مثلنا تختصر يا من الممول الاول افضل اساليب دروب عبغري ماشي قريب من وقت ترتيب ولازم تدفع الغطيع وتقدم في الوضيع مثل الجميع تصير عب مطيع اني الحقيقة يا الحبيب انت والرابع علاقة ما بينكم نصيب عشان تكون الاول عشان تكون الابطل تنام على بطنك وتخلي الضيف يتفضل عيب عيب أفلامك مو علينا عيب ما تحرك شعره فينا عيب شلي ابتصلة ترى شلتي بالشارع مثل سلسلة متصلة فكرامتك خلت فيها شابك لأنه سهلة بيوم وليلة وياها عنك منفصلة الراب ناقصة قاط لأنه مولع بنار هادية بس الحين بتصير عالية للاشتعال كافية يظنون عقولنا طافية يحسبون عيوننا قافية امسي فاشل طالع داخل ايده فاضي ريلة حافية يزيد مشاكله هو الخوف الصنب داخله ولو شمع حمدان الطبلة راس براس داك
الوضع ما يطمن بالشوارع، الكل يبي يخرب يجرب يسرب افكاره الشيطانيه على قلبيه والعواقب حيل قبيه، والاهالي يظنون ولدهم الولد المثالي وهو ما يبالي نصيحتهم كلمتهم خوفهم ظروفهم يشوفهم بنظره عكسيه وقت وناس تيعوفهم. قلة إيمان المؤمن ممكن تحوله للخراب مدمن ويصير مرض مزمن، ما يفكر في أهل بالبيت يحاتون طلعته يتأملون رجعته يرتاحون بنظرته، بس للأسف الشيطان يكون الآمر الناهي لما تكون لاهي ساهي مو واعي إيش كثر لك باقي حبوب حشيش مشروب مو تخترتها لدروب سرورك حسسك إنك القالب وإنت المقلوب. أدري بتسمع الأغنية وبتسكرها من أول مرة لأنك بتطيش بتعيش ما تواجه الحقيقة المرة، هذا الجيل جيل وسخ ما عاد يصدمني، حتى اللي أصغر من سني يسوون أشياء أكبر مني أقدر أسويها بس ما أبي لما موت أكون جثة ما حد يتشرف القبر هاي ودي. من زلوم هذيل زلوم أنطر تمر قيوم تمطر رجولة بعيون العموم راح تذوب، اصحى فوق شوف مو كل شيء أصلي بالسوق في فحول عرض طول لا قوة ولا حول، مو كل من عنده مخالف محارب والشارع يبقى أكبر شاهد على كلامي أول واحد مع البشر، هذه ما في أي تهاون لازم نسوي توازن المعادن هذا السر هالتعاون، والسبب الرئيسي النثية تربطت قطة بقفص ينحبس مع تلف شرس أو بوليسي تكت إيزي ما ينفع اتبع الوضع الأصعب لا تزهق خذ دروس قوس البحرهم أعمق خليك معاهم ديف فاهم طيب ماكو أي واحد يتطاول هين حاول ما تتساهل، واللي مو قد الحرب لا يبدي ضرب نصيحة إنسان تشب النار وسط بيتك راح يخنقك الدخان. مايك ترجاني ما طلع وجه الثاني صار كلامي يبهر فلو يخدر الأذاني ويخليك الأمسي بالراب بدون أسباب يتعطاني، كاني أتعمد أتهدد عناص تتمنى إن تسمع كلمة من لساني تعظيم سلامة وانعدام بدون كلام خليك تمام هذا النظام إحنا الحكام بالرابع وام الجو خمام yeah. طفل ما ينحشم بخليه يذكرني واسمي دايم على باله ينختم كلمات قحمته ما رحمته بسدة حدة بابنا يسده اللي ضده ناس من هدم تزل عده ناظر رده يتعدى حده بشرب حاله وحده انكسر عيام شهرة العار يلمس بلا يلمحثله لما تقني على البيت انت حرق احنا نقتله بصير بلبله وبهذله لما نشوفك بالستريت راح نخنقك دون اسئله اللعبه صعبه نات ايزي علاقتنا بالراب اقوى من علاقه بيانسي مع جايزي بيبي اسمعني انت وقلوبك النثايه قلبت فن الراب هز الطيازه بمعلايه انا والمايك عشاير لماني زاير وانت مجرد زاير للراب خسار شي محنك حبيبي يشطفك عالطاير صفر لأمي صالح كل التواير صام القرقاب اوقف باباتي انسى اوقف شني يمي البوقاتي زايد عنادي والسبب حسادي هذي ارادتي من لحظة ميلادي حافظ مكانتي رافض ازالتي فارض ثقافتي الهيبوب حياتي متحمل ومكمل متأمل بفني مو مثل اي طفل مسك المايك يغني رابي صحيح مو ماشي مع الهبة ما استريح لان اللعبة صعبة قبل ما تنقل اركد لو تسمع هدي اعصابك واعضاءك ورق الأغنية مليت من المحيطية الصغارية يتكلمون عن الأسلحة وما سمعي طلقات نارية الراب انقلب فوق تحت حتى الكهبة انجحت أسامي فاشلة أصعدت وأسامي كبار انتهت من قد شلون فجأة انتهى الزمان إيزي مان يوك حاب دالة حثالة بس طوالة لسان ما فيهم أي فنان يتصنعون فوق للحان إنهم مجرمين وهم مدروسين رقة وحنان أشوى كريز اختار الاعتزال وما سمع هالرجال كان احتمال عليهم بال وغرقهم تفال وين ستايلات القديمة والبيفات الأليمة ثلاث حروف بديت أشوف قام يصير ما لها قيمة هذا الفن العنيف صار بمكان ومكانه والدليل كان في بيف بين دبل ومزدانه هذا رأيي لحد يزعل اوكي ماي برو مسبب ازمة براب الكويت كني يسلو وايد قهر ساكن داخله فيني كثار مهمة حواليني تبي تكسر عيني تبي تشوفني تحت لان ما حد مثلي صعد واللي قاعد مع عدوة تحت بس عشان عطشان للموقع اللي انا فيه يرسمون خطة والخطة بعنوان نبي نحطه انا همومهم كني شوكة واقفة ابلعهم كمية حسد كبيرة وغيرة داخل قلوبهم ما يوقفوني ويسكتوني لو يمعولي كل جيوشهم بدوسوني بدوسهم بحوشوني بحوشهم تمثيل التمثيل مسلسل حيل طويل مخلي الشريط يمشي بشوف اخرة هذا الجيل بلاك فيس ما بقولك من عيالك كم واحد سمى نفسه ملك يبي يخمط تاجك لانك مو متواجد واللي ناقد بكلامه على القدامة لملامة على الوساخة لو تطلع من قمامة يكروني ما ادري ايش فيهم كني مضيع شرف كل واحد فيهم يس شوية مرضى الله يشفيهم دامهم زقسي في الرسمية بعطيهم الراب مو وصخ وصخوا بساليبهم نفاق بدمهم من اوصخهم لين اضيفهم ما حد بعيني وانا بعينهم قضيت عمري بالشارع قولوا لي وينهم 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 مشتعل نار القيرة خلو يلبس تنورة تختل كبيرة جينكس سيدي وات لما تقول لها بواجك تحس اخي كريم وجات
ساعات كل يوم بيف او دراما مع احترامي بكل صراحة نو كرامة السيستم هذا ابد ما تبع نظامه واللي يتبعه فيها شاشة بعظامه اول يوم شفته قالوا لي معجب ببلاك فيس وفيني كنت شي كبير بعينه بس كان ولا شي بعيني مثل الاعلى بالراب يتابعنا من صغره طول عمره ناطر نظره نلتفت لو نعبره حاله حال اي شخص قال واحد من معجبيني ما هقيت مع الايام بيكون قريب او يعنيني في حماس بداخله يبي يوري الكل موهبته كان يقط فلواته وما حد يتجرأ انه يسكته ومع الوقت امنت انه هو يملك موهبه ما كان محنك بس يوصل احساسه باللي يكتبه والاسباب ممكن تثير فيكم الاستغراب لان قصته ما تجرأ ينطقها مغني راب مع انه من هالشي طايق بس ابد ما خش باب الدنيا كذا باب وانجبر على الاسوأ ودشه مو غلطه غلط الناس اللي تركوه وانولد عالدنيا مو عارف منو امه وابوه يجي كل جسمع نخطي خطوة شلي يمنع دام انت قادر دام اني قادر ننسى كل الماضي ونعيش الحاضر خليك انت صابر ماني قادر ما ببيوم اسمعها فوق جرحك كابر مما الغيم يغطي السماء مرد ان الشمس بيلا يوم مرة ثانية تبدي ايه تشرق فلا تعيش انت سنة تسبح ببحر الضيق وحزنك اللي يخلي كل الامل يغرق دامك عايش قلبك ينبض هذه الفرصة اللي فاتي تعوض لو همك صح عليك دور ما بشوفك انا مكسور ابيك ترفع راسك تقول انا ماني انا نو 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 ساحمسي مخضرم لو قاعد ساكت اطرم فجأة امسك مايك واجرم تصمها تنطم تسمع كلام يخرم لا ما يرحم على قلمك يحرم ما في رسبك عادي اسكت انطر بس لا تطرطر بالحكة بتصير اشهر بهالسكة لا تتمخطر وتغير مسار خطوتك وين ما تحس جردك تكبر الراب عن اسمك يكرم وفنك ما بعترف فيه لما سلومه بكلاش يصير مغرم ما خفيه كان اعظم كلماتي تسمع على المعدة تحتاج مدة بس عشان تتهضم كل يوم طالع لمسي هاي يطلب يمسك الراب ويحتل معشم نفسك ما تعرف تمسك دلة مجرم وغدار ما يقدر يقدر بصغر نملة دور الجرام بمسلسل ما خليك تمثله يا عمي اترك هالمجال لهلة يبي لك بار وابحث عن كرامتك اللي مبعد بمئة دولار اذا ليش لقد نفسي المحنك لاني لو كنت بالكاع كلي ثقة باتباع اسرع طرق للاغلاع كلماتي بمرحلة تشبه ذرة القنبلة لين واحد شغل مسألة زلزلة وهز منزلة النجس نجس لو تغسله نزله وعلى 100 دولار وايفون يا ملعون اكبر امثلة يوم قالوا لك سب ونسى بتستلم جائزة ورحت سبيت وما خذيت غير بعبوس صبح ومسى وهنيك على الخبث اللي فيك تعدى حدودة والدليل سبيت بلاك بغيابة مو بوجودة واجهت خمستنا بالبطولة زورو تكتيك دخلت صارخ طربيض ضدهم طلعت خروسيع بلاكو وسنوب جي الاعتزال هو اللي قال خسر اعتزل ورجع بفشل الدجال تعال كاوي متى ناوي تقطع لانك مدف رباعي ما زلت تغرس على البيت وتطبع نازل بفيرس فاشل اقل من متواضع يخرب بيتك انعال بدال ما تغني ليتك طاقع وضاح انت مخلوق للمباح لانك هذا اللي تفلح فيه واحنا نعمق الجراح وين الحنكة بالموضوع بغض النظر عن ماضيك الحنكة ابلاين واحد نزل جسم تخويك شوفوا يا سادة وهو يحترق زيادة البيف معانا سوى قرار تم اتخاذه منذ الولادة واحد منبوذ وكلب مخثوث يساوي شلة خنوث تسهم علينا هدف فاشل مثل صاروخ الحوت دستور داي صار لهم عقدة على المدى الطويل لو انهم كفرة كان عرفوا اكثر بالانجيل تب الفيق المجرم القدار شخص قيد مشكلة قدرك والاجرام بالكلام ما في تطيخ تباك العرب من عطاك اللقب ليكون معك طلع بالغلط بصرف عنيه بلحظة غضب ياخي ما انصحك ويانا العبث وجهك يوحي انك شادي حبي مص الجثث استهتنبح تدور شهرة من راب السعودي صار ظهورك بساحتهم اكثر من مروان تلودي قرارين المكحب عشان الشهرة بكل احوال نيوز زبالو نجمع جبه راح نبني اقبع تمثال عصب الرأس غاضب لبأس هدس يكفي وبتعصب براسك اكثر من صداع كلماتي النصفي التراب هذي وصاختها تفوق نظرتها ناس تبيع كرامتها عشان تزيد شهرتها القحبة قحبة لو بيوم وليلة تعلى مكانتها تبقى أوطى منحطة مالها على شرفها سلطة أكبر غلطة تواجه اللي حطها على الفراش وربها لعن أمها فصخها واغتصبها ما رحمها قدام جمهورها طيح حظها حيل جلطها كسر عيونها خور قضها بالأخير استعانت بوحدة عايشة بألمانيا انصدمت انها زانية وتحبي سعودي يركبها حست بالنكبة عصفورين بحجر ضربة صارت مكينة تعقدت خلت على راسها عصبة اللعبة صعبة أرضنا خصبة جدا صلبة أي زربة يطبها بيعوشها ليرك صاح يغتصبة شاب متفلت الشرع عادي يكفر بربة اركب البي ام وإن شاء الله تدخل بقرب صبة
راب اليمن اذنكم فيها خلل يوم انتخبتوا هالفشل صار ملككم ادري حسيتوا بخجل اعتبروني المنقذ وتحريركم جدا سهل مملكة وهمية بتسقط والسبب محنك فحل تلقاني بالحمام تعال طب ارضي تعال عشان ابدل راسك بالمرحاب واستقبلك بسهال راب الكويت فورتي تتكرر 10 مرات هالطريقة ذكية حق كل شحات بيتات حاط مقاطع فيديو وانت نسب مستانس عادي يعني اثبت للعالم تحب تنكح بشكل سادي نجيب راس ناس انت مو ناقص التراس لو اتحداك وانا ساكت بتلاقي صمتي فاز فوكو لوكا افحوكا مهتوكا على الرسمة توكا بالعين شوكا بوكسين حوكا يتعدل سلوكا 100 دولار ما في رد ايفون ما في رد اعتزال ما في رد باختصار تم الجلد انا اشحت ارقام شكلك كاوي انت قاصد دعس الكل قال واخر هندعس من شخص واحد بخصوص فرج انا ناقش قضية حقيقية هذا فن الراب مو بس دستات وافلام يمنية سلومو ما قيمنا حقق نيتنا ودعمنا بس وانطلب من فورتكس يرفع لك فيديو انترو دس مبسبس اي اهانة تلبس تقار الراب الكويت برابكم النتيجة رابكم مفلس المخصلة مزبلة بلبلة من محتلة الطعن بالميت حرام المقتول ليش نقتله البيف هذا ما نخسره لانك اوريدي خاسر ادفع لك 100 دولار وبشرف اهلك اتاجر حق كل واحد يحب الراب ويكره دايلر سمعوا كاو وابصم بتقولون دايلر افضل رابر جيز الكويت ما هي لعبة بسيطة او عبيطة راب اليمن سوري ماني شايفة ابد على الخريطة اللي ما سمع قبل باسمي وتوه سمع مو ذنبي لو كان صاعد وفجأة الحين ارتفع بيدنا القيادة هربط الحزام نتحكم كالعادة هالفرق بالمقام اثبتنا منو الاصلي والعدو هو اللي كلام عرفنا كيف نخلي الرجل يتحول مدام كشفنا افلام فرض مع احترام ورينا الساحة هذه القوة ما هي بالارقام صرنا هم الكل فم واللي رشنا بالماي الرشة بالدم لازم تتبع الاسلوب المندفع اصواتهم ترتفع لسانهم ينقطع دور بهذا البير ما راح تلقى شيء منه فيه اي خير منزيد ذوق اسم والمحنك اسم اجتماع اسبوع يساوي كتم كتم احنا بسيز ما نحتاج تعزيز مو لازم دعم بس تايتن دعم فاحسن لك احترف موترنا حيل ملقوم ما يطيح بيوم العزم فلا تجرب تقوم بتعيش مكتوم من هزم تربية رخوم مالهم بالمراجل علوم عشان فلوس جيجي بوس من كرامته معدوم اختبار نتيجة عار رسوب نار حريجة صار مرعوب يا مجرم الحروب ليش اخترت الهروب دي او دي والارسي الموت ولا السكوب لقب نفسي المحنك اتوقع الكل عرف لاين واحد الكل حاقد تلاقي للبيف انجرف قمت احس اني مستفز بكل جس صرت اقدم حق اعدائي بهالبيف كذا درس ينتقد سب الاهل ويقول ديوث عن قبل يلعن ابو القاتي يا خبل صار واصل على ليفل انت من سطل وشوي من فعل ميت من قتل قلت لك ما نقتلك انت اخترت تكون القبرك شبل من البطوله الاعتزال بلاك فيس ضربه مميته فصرت تخيل اي رابر يهينك نفس نسيته واللي قال لك هالكلام هلسنك عاد تلبيته ما تفهم شي من اللي يقوله لما تروح تسمع قنيته كاوي عار العرب ما زال متمسك بالعروبه هو يماني جنسيته الماني يعني ضروبة المنكوي فضوي لا تمثل صلب يا انتوي صلابتك ما تفيد عادي الحديد بيوم ينعوي انت وخونه واحسن واحد فيكم حقير واشي خندرنيو بالقريب بيكون الظاهر التحباشي حيوانك فيهم ما يلمون مثل القرود كانوا بواحد صاروا 2 الحين 3 صيد ملحوظ قول سلفة البنت حق امريكا رحت زيارة بس تركتك يوم عودتك ايدك للفسطة الرارة مثل مشرق بلا مأوى للأسف ما في جدوى شافتك كلب ما يسوى تعبت الفلوس بقوة نيو زاد كاوي يساوي شي مأساوي دستور داي عقدتكم فما بالك وياي ارساوي بايع كرامته والنفس بمية دولار بس والصدمة الاكبر ما ربح غير كسرة من 50 فلس بعدها خرف عقله ولبس عصبة على الرأس ولقى قرد يصير شريكة تقاطيع وجهه كيس تتكلم عن الاصل كل المعروف اصلا بس الحوثي ما يعرف اصلا من اليهود ما خد خصله عليك بهالبيت كل شغلهم تسليل قالوا فازوا كل يوم نسمع منهم تست جديد هذا دليل الثقة ناقصة رقم كل التكفير عرفت الحين منو متحكم منو كلب مطيع نيو ما زال يمشفنا مع الجمهور جميع ما قدر لنا فصار يطلب تدخل سريع كان يسب 217 جوكر جي ار بالاخص ويقول راح للي عند مكة ممكن سؤال بس مو ممنوع اهل اليمن يدخلون السعودية عادي يقول لك راح الحارته بطيارة حربية المهم انه تمشي هذه الكذبة القبية واخر شيء بالمستقبل تنقلب عليه عكسية لا زيارة عمل ولا عندك اي قرايب بالعالم 7 عجائب الثامن نيو الكاذب المحرقة انحذفت مرة وانحذفت مرة ثانية شكلها كانت باردة للاشتعال مكافية اسم عريق المحنك بالتصويب دقيق شي عميق والتدريب بيخليك غريق لما صيغ رن بليغ ما احتاج تسويق تفكير عدو يصير خل نكسب الخطير صديق المشكلة الكبيرة بهالجماهير الغفيرة مصدقين الرابر من اضراطه عنده سلاح وذخيرة حبايبي تايبكم وتايبي من البيف يبدأ التيم مالي وما يدور عنده ستايل الشبدة وردة مهما ترتفع ما تبلع هذه الزبدة انت حال متوى نايم الخدامة شوي وتقهدة فنان صف عشان فيوز ياخ شوي اهدى عالمليون تبي تحوز خل دينارك غردة نافصد
قدرك عايش بترفيع قطيع مخدرك. اول مايك بالراب شريته ترى كبر عمرك وادري ليش اما انا غني فني ابد ما هو عاجبك لاني ماسك مايكي وانت مايكك كل ماسكك.